صور أرشيفية توثق مراحل القضية الفلسطينية من خلال افتتاح معرض الرحلة الطويلة المرئية المدعومة من قبل الحكومة الفرنسية لتسلط الضوء على الرحلة الطويلة التي سار بها اللاجئ الفلسطيني. الرحلة الطويلة هي رحلة اللاجئ الفلسطيني من النكبة إلى اللجوء، إلى سنوات اللجوء الأولى، إلى مرحلة إعادة البناء، إلى المراحل التاريخية المختلفة التي مرت بها يعني التجربة الفلسطينية، وأيضا دور الوكالة عبر هذه السنوات وكيف استطاعت أن تقدم العون والمساعدة وأيضا تشجيع الابتكار والإبداع لدى اللاجئ الفلسطيني. صور قديمة ونادرة من حقب تاريخية إلى جانب أرشيف يحوي كافة الصور والفيديوهات التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، كل ذلك متوفر من خلال الوسائل الإلكترونية الحديثة الموجودة. هاي الصور والفيديوهات اللي جمعت خلال هاي الحقب التاريخية المختلفة على موقع إلكتروني، وهذا كان المشروع اللي كانت وكالة الغوث بتشتغل عليه إنها تعمل لهم إنها توجدهم على طريقة إلكترونية عشان يصيروا موجودين ومتاحين لأي فرد من في العالم إنه يقدر يشوفهم ويشوف التاريخ الفلسطيني أو تاريخ اللاجئين الفلسطينيين يكون موثق. تحت عنوان الرحلة الطويلة المرئية يسعى القائمون للحفاظ على الهوية الفلسطينية، فالصورة أفضل من 100 كلمة.